انا حاجه ممكن تجيني الدوره الشهريه حاجه سليبات ديالي هو كان كيصبنهم ليا انا ديفيرجيت راه ما يعرفني حد وكاين الكرش راه ما كتخباش يعني شحال قدك تخبي في الكرش كاش ما كتخباش نهائيا اون فوا دخلت البلوك تنقول لي انا راه غادي نولد تقول لي شوفي لوحي هذا الزبل ولا خليها في السبيطار سمحي فيها يعني غنسمح انا في كبدتي راه قطاره كتهز ولادها يعني مايمكنش نلوح انا بنتي في الزبل تقول لي لوحي هذا الزبل يعني هذا شنو غتسناي منه انا راه في وسط المحكمه كنت غنقتلو وصراحة ضربته بالشيشوار ضربته بالسلاح الابيض حيت قاصني في كرامتي بزاف يعني ضيع لي حياتي ضيع لي شرفي يعني بزاف ديال الحوايج من قلب وجه بحال هكاك يعني معكم ام قمر من مدينه سلا انا اللي حملني الخطيب ديالي وغنوجه رسالتي كاع البنات وتنقول لكم ما تثيقوش هادشي اللي وقع لي يقدر يوقع لك حتى انت اختي يقدر يوقع لبنتك يقدر يكون ولدك تنقول ما تثيقوش يعني احنا بواحد الدوره واخا فيها القانون ولكن راه ما فيهاش الثقه شنقول لكم يعني انا راه وقع لي نفس المشكل عندي بنتي ربيتها بوحديتي لمده 7 سنين والحمد لله وكنشكره يعني شنقول لكم حدا باقي والديا كنحمد الله وكنشكره يعني كما تنقول كاينين شي ناس حسبي الله ونعم الوكيل ما بغيتكش انت اختي وقع لك المشكل ولا انت خويا وقع لولادك هذا المشكل يعني كما تنقول لك اللي تشفيت بلا كما كتلوح شي كومونتات كتسبوا وكتعايروا يعني ربي راه كيشوف وكنقول للناس اللي تيبقى يهضروا كيبقاو يعيطوا في التليفونات كل ساعه ديال القضيه ديال الزواج انا الزواج راه كرهته كرهت الزواج ولي جي من الزواج يعني ما باغا لا زواج ما باغا حتى شي حاجه انا بغيت علاش اخويا حيت حنا في واحد الدوله اللي هي فيها التكرفيس ديال بصح ويعني الام العازب ما عندهاش حقها يعني اي بنت كتغتصب راه الحق ديالها ما كيهزوش ليها بحالي انا يعني عندي انا ام عازب سمعتوني هزه بنتي حتى جمعيه ما سمعت ليا القانون كيقول لي صافي واخا سيري حتى الغدا حتى بعدو لمده 7 سنين يعني القانون ما هزياش حقي يعني شنقول لك انا اي بنت كنلقاها في الزنقه تقول اختي ما تبقاش تثيقي اللي يقول لك انا كنبغيك ولا انا غادي نتزوج بيك ولا نديك لدارنا وتشوفي دارنا كيفاش دايره راه كيتفلى عليك اللي غادي يبغيك يعني غيجيب موباه لعندو لداركم يعني ما تمشيش معاه كما دات الغلط اللي درت انايا وما تثيقوش راه واخا يجي لداركم يخطبك ما تمشيش معاه كما درت انايا يعني ما بغاش شي وحده اخرى وقع نفس المشكل يعني ما كايناش الثقه ماشي تنقولوا كاع الدراري خايبين كاينين ولاد الناس كاين تهم اللي عندهم خوتهم كاين اللي عندهم حتى هما عندهم مواتهم كيحسوا ما يبغيوش كاين اللي مربي من عند الله يعني كنقول هاد الهضره هادي حتى انا دازت عليا وداك الانسان اللي كان خاطبني دمر لي حياتي ومازال بنتي انا كندمر معاه وكاين الحمد لله ما بغاش وحده وقع نفس المشكل نهار اللي حملت يعني بحال اليوم شد لي الوجع في الحرق ديال الولاده يعني ما عنديش شكون يديني للطبيب عندي برا مرضى عقلاني وعندي امي مرا كبيره يعني شكون اللي غيديني داتني جاره وحده هنايا هي اللي داتني للطبيب ومعاه الام ديالي حتى هي غاده معايا مكرفصه معايا بالليل ما عندك الوحده اللي مشيت للسبيطار يعني دخلت للسبيطار شدوني يعني عندي حادي الولاده اون فوا دخلت البلوك تنقول لي انا راه غادي نولد تقول لي شوفي لوحيها في الزبل ولا خليها في السبيطار سمحي فيها يعني غنسمح انا في كبدتي راه قطاره كتهز ولادها يعني مايمكنش نلوح انا بنتي في الزبل تقول لي لوحيها في الزبل يعني هذا شنو غتسناي منه ما تسني منو والو يعني شنو تسنى من الانسان لكن امها كاينين امهات كيلوحوا ولادهم كاينين بزاف كاين ماشي منهم انا ما تربيتش انا هكا يعني هذاك ما ذنبها حتى شي دن يعني غلط درتو انا راسي وداروا حتى هو ما خصنا حسن بجوجنا نتعاقبوا انا سوي خصنا بجوجنا نتعاقبوا حتى ما عندها حتى شي من داك البنت حتى ذنب ما عندها انا راه في وسط المحكمه كنت غنقتلو وصراحه ضربته بالشيشوار ضربته بالسلاح الابيض حيت قاصني في كرامتي بزاف يعني ضيع لي حياتي ضيع لي شرفي يعني بزاف ديال الحوايج من قلب وجه بحال هكاك يعني تصور والسيد قلب وجهه اليوم مازال كيستفزني في التليفون ما صورتي والو لوحي هذيك البنت ما عندي ما ندير بها يعني بنت باقا يلاه عندها يومين ولا 3 ايام تقول لوحة ما عندك ما ديري بها يعني شنو كتستناي منها يعني راه ما كراش الارض تشق ونتخشى فيها لقيت ناس تعاونوا مع بنتي ولقيت ناس كيكذبوا يعني تيقول لك صيفط لي التصويره ديالك ويعني عايشين برا الجاليه المغربيه اللي برا صيفط لي التصويره ديال بنتك والتصويره ديالك كتكونوا واقفين ولا كارت ديالك يعني ما كنتش انا عارفه من
ملي كنسول تقول لك لا راه حساب الجمعيات اللي برا تسمى الله اعلم، يعني بحال الكذوب تكذبوا على الناس. انا نصيفط لك، انا غنعاونك، انا ندير لك لا دي ان، انا غادي نتعاون معاك، يعني ما شفت حتى شي حاجه. يعني كاين الكذوب والقضيه ديال الزواج، كنعيط لك بغيت نتزوج بك، بغيت نتزوج بك. انا ديك الهضره ما تبقاش تقولوا لي، حيت انا مرضت وبلا ما ديك الهضره ما بقاش كحمل ديال الزواج، ما كاينش الثقه، ما بقاش باغا نثق بشي واحد. ديك الثقه ما بقاش عندي في الرجال نهائيا، ولكن انا ماشي حقت على الرجال، ديك الثقه ما بقاش عندي. يعني تكون غاده في الزنقه تبقى نتشرش في جنابي حيت فيهم كذوب. يعني ان فوا كياخد حاجه كيرميك بحال كياخد داك اللحم وكيرميك عظم. يعني صافي جناتني منو، انا بنتي كنخاف عليها. يعني كتلقى بنت صغيره كتغتصب وكتقتل وكتسير فوقاش تشوف داك فوقاش يبان لك بنادم، فوقاش تعرف بانك البنت اغتصبت، وفوقاش فوقاش نهار اللي حملت انا ما عقيت حتى شي واحد من غير دارنا. انا دخلت عند الوكيل تيقول لك تات ولدي انا ولدت، ها البنت كبرات، فين هي لا دي ان؟ خو جوندار يعني وشافني معاه ماشي مره ماشي جوج، يعني هذاك النوع ديال هذا كيفاش نقول لك، ملي خدا حاجته غدا ياخذ حاجته بعدو ياخذ حاجته، فهمتي؟ انا صافي قلت صافي هذا صافي، يعني بيناتنا انا وياه كنا تكون ورقه ديال الزواج في الاخر، من ولا الحامل ولا تقلب والام ديالو كتقول لي بغا ولدي ما يتزوجش بيك، واخا كنت حامله بنتي وخدمات لي في الديور وصبرت. كيفاش دخلني اول مره دخلني لدارهم جلس مع مو باه، قال لهم هاد البنت هي اللي باغي نتزوج هي هذيك. قالت لي الام ديالو فين كتسكني، عاودت ليها هضرات مع الام ديالي في التليفون، بدا الحوار بينات الام ديالو وديال وهي كيتحاوروا، يعني صافي فهمتي، يعني العلاقه ديالهم تطورات بالعائله فهمتي. صافي هي هذيك، وليت انا وياها كنخرجوا، وليت انا وياها كنخرجوا، ملي كندخلوا لبيت الدخول ديال مروان كيوريني داكشي الكراد ديال خوه، الصوره ديال خوه، هذا فين خدام خوه، فهمتي؟ صافي هذيك نهار فاش قضى حاجه في يد ديال خوه. انا حاجه ما كتجيني الدوره الشهريه، حاجه السليبات ديالي هو كان كيصبنهم ليا. يعني شنو غتسنى من الانسان كيدير معاك وكيجي لدارك وكيشوف باك اللي هو اللي عنده خلل عقلي كمراهق، كيجلس معاه وكيعنقو وشرب معاه اتاي، فهمتي؟ بحال كياخد الطيبوبه ديال العائله ديالنا، فهمتي؟ ما عندي حتى شي حد، ما حملش راسي، حس بحال الشمسه، فهمتي؟ حس بحال الشمسه. يعني بقى فيا الحال تنقول شنقول لدارنا، وكنقول انا ديفيرجيت راه ما يعرفني حد، وكاين الكرش راه ما كتخباش، يعني شحال قدك تخبي في الكرش، كاش ما كتخباش نهائيا. حنا هذا المجتمع ديالنا راه ما كيرحمش، واخا المجتمع ما عطاني والو، كيعطيك غير في الاهانات وكيردك انت اللي خايبه وهو اللي مزيان. لا خايبه انا ولكن ديك البنت علاش شنو ذنبها؟ يعني وقال لي انا مشكل غلط، راه كاين ولاد ما عرفتش شكون وغلطوا اكثر مني انايا وما كيتجبدوش، علاش؟ حيت هما شكون حنا السفلى هما العليا. انا نجي صريح، انا هضرني نشعل، حيت عييت، ضرني خاطري بزاف. انا ما حس البكاء، بكيت ما بقيتش باغا نبكي، بغيت نهضر حيت ما عنديش اللي يوقف جنبي، ما عندي حتى شي حد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.